رجعنا سوا بعد الاعلان ومتابعينا لاخر الليله وهلا عايشين على كيفكم. بعمر الأربع سنين بلش يدق على البيانو بالوقت اللي كان عم بيتعلم موسيقى كلاسيكية. أول إطلالة تلفزيونية لإله كانت بعمر الست سنين وبدأ بالتلحين الموسيقي بعمر الثمان سنين بس. سنة 97 بدأ بالاحتراف الموسيقي وبحوزته لليوم 11 ألبوم ويعتبر أصغر لبناني عزف بمهرجانات بتتين. أسس شركة مانوكيوم ميوزك سنة 96 يلي بتهتم بالإنتاج والتأليف الموسيقي للأفلام والفنانين. نال جوائز عديدة أهمها أفضل ألبوم بالأرمينيان ميوزك أوردز بلوس أنجلوس، أفضل أرابيك تون لموسيقى هرام بال 2002، وأفضل ألبوم بالأرابيان ميوزك أوردز بال 2003. لنتعرف عليه أكثر وعلى موهبته بنستقبل جي مانوكيوم. تفضل. I'm glad you came. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك من الاخر. اولا كيف كانت اطلاله ساره زوجتك بالبرنامج؟ اوه ساره سوبر ستار، يعني عن جد ما معقول شو كل العالم بيحكوني كذا بحضروا الحلقه ومش بس بلبنان، انا كثير بروح على العراق اربيل، ما بتعرف قد ايه بيحضروها هونيك، حتى بلندن قد ايه بيحضروا الام تي في، قد ايه بيحضروا البروجرام. عن جد بهنيكم كلكم على البروجرام. انا ما سالتك لساره بس تقول للمشاهدين لهيك لشو انت اليوم معنا. انا اليوم عم بيعرفوا عني انه جوزها لساره من بعد ما ساره عشان هيك وطلبت من حبيب قلت له بليز بدك تعمل شي طريقه اطلع معكم لانه الجو بالبيت ما بقى. سيطرت ايه؟ سيطرت عم تتكبر علي دايما مسيطره. بس لا يعني كثير مبسوط جي مانوكيوم، نحن مبسوطين كثير اكيد انك موجود معنا الليله، اعمالك كلها بتبرهن على انك صرت عالمي. اليوم اذا بدنا نحكي على اهم خمسه كونسرت صاروا معك وين كانوا؟ اكيد يعني اول شيء بقول بلبنان، يعني جعيتها بال 97 اللي كان اول كونسير عملته بحياتي. نعم. كبير لحالي، كنا مستنظرين 400 شخص واجا 1000 شخص، فهيدي لهلا هي عطيتني هالبوش لهلا بحس. بيت الدين اكيد مهرجان بيت الدين، كان معي الارمينيان فيلارمونيك اوركسترا كمان، ات واز ون اوف ماي بيجست كونسرتس. كثير بحب دق بمصر، بمصر القديمه يعني قبل الثوره. حضرتك دقيت قبل الثوره تقريبا بشهر شهرين، شهر على الأرض، بشهر على الأرض بدار الاوبرا، وكان من احلى الكونسيرات عملتهم بحياتي كمان. نعم. بتشيلي كمان كثير يعني، وبسنغافور اكيد صرت كذا مره بسنغافور، بس اخر كونسرت عملته كان موجود رئيس الجمهوريه تبع سنغافور، وكمان كان من احلى الكونسيرات دقيتهم بحياتي. طيب جيب، بنقول انه الموسيقى ما لها هويه ابدا. نعم. بس اليوم بنشوف انه في بلاد مثل تشيلي، مثل سنغافور، مثل سريلانكا بتجذبهم موسيقتك. اليوم اي بلد شوي اذا بدنا نحكي كبلد اكزوتيك، يعني ما عم نحكي بالبلدان العربيه ولا البلدان الاوروبيه، تفاجأت انت من رده فعلهم وقت لعبت عندهم؟ اكيد بالفار ايست، يعني وقت تحكي انه عم روح دق محلات ولا فنان عربي عزف فيهم. هلا اكيد وقت ما بتغني عندك تشانس اكبر بكثير، لانه وقت ما يكون في الكلام العربي صرت انترناشونال ان واي. بس بنصدم وقتها انه روح دق بكونسيرات كثير كبيره بسريلانكا، يكون رئيس الجمهوريه موجود كمان ورئيس مجلس الوزراء وعلى هالليفل، وبالفار ايست، وهلا عم نحضر تورني كبير بكوالالمبور باستراليا. سو يعني مركز كثير على الفار ايست، و يعني السنة الجاية اللي بعدها بدي بلش ركز اكثر لجرب فوت على السوق الامريكاني وبنشوف. السوق الاوروبي اي سوق اصعب واحد، الامريكاني ولا الاوروبي؟ بتخيل السوق الامريكاني شوي اصعب. هلا الشو اللي نحن محضرينه صار ناضج كفايه لينعرض بلاس فيغاس. سو هو ذاته اللي انعرض بمصر، يلي انعمل بمصر اكيد مع مور تكنولوجي، مع مور فيجوالز. رح نشوف مقاطع صغيره من الشو اللي صار باوبرا مصر بال 2010. We'll be right back.
الكونسيبت. جي كان عازف وعايز فيك انه موجودين معك. بس اسمح لي اقول شيء، انه اول شيء بوجه تحيه لكل الموسيقيين اللي بدقوا معي، ما بدي اذكرهم هلا، هون كان معي تقريبا 45 شخص. بس الموتيف اللحن يلي عم تسمعه هلا فيه نفس ارمني كثير، والشخص يلي عم يدقه اسمه علي المذبوح من بعلبك. فلتشوف الموسيقى اللبنانية قدي بوليفالان وقدي قدي متنوع، انه في دق لحن يكون فيه نفس ارمني يدقه كانه جاي من ارمينيا. فعن جد كل ما احضره بحس قدي مهم على المطبوع، وهالمزج بلكي يلي عمل فعلا سكسي بموسيقتك. اكزاكتلي هيدي موسيقتي انا، هي الميكس اللي عندي. غدا البيلة رح بلش معك. واو اول شيء يعني ثانك يو. مره عم بحضر كنت انترفيو لك بتوك شو بعتقد بسنغافور، قلت وقتها انه بيك كثير معلمك قصص من انت وصغير لهلا، وبين هالاشياء قلت انه بيك كان على طول يقول لك انه never try to impress the people around you, always try to impress yourself. Exactly. بس ما كنت افهمها مزبوط، لانه النجاح عاده بيجي من العالم يلي بتقدر لك اعمالك. سو كيف ما بدك to impress people اذا انت قبل ما تنجح باي شيء you have to have respect for yourself and for your art. يعني انت بدك تكوني انت مقتنع باللي عم تعملي. انا قبل ال 99 98 موسيقتي كانت مختلفه، مش مختلفه in a sense، انه كانت اكثر بيست على بيانو، اكثر بيست مثل راول دي بلاسيو ام ريتشارد كلايدرمان ام هالجانر. بس بنفس الوقت انا كنت ضلني اسهر مع استاذ حبيب، وحياتي وشخصيه كانت شوي مختلفه عن الموسيقى اللي عم بعملها. إذا مع حبيب أكيد مش إيه. شوي كثير كانت إيه مش هناك صار في كتير طبلة بس من بعدها بلشت أعمل موسيقى بتشبهني. بلشت أقول أنه أنا لبناني من أصل أرمني عايش بلبنان، بتسمع موسيقى فرنسوية، بتسمع موسيقى إنجليزية، متعلم موسيقى كلاسيكية، بصهر بالنايت كلاب. سو حبيت أعمل موسيقى رأسة بس اسمع أنا أنبسط. حبيب خبريل بتعرفوا بعض؟ يعني سامع فيه مثل كل العالم، بس كان مخمرني اكبر شوي، مخمر انه بعمل كيف. مش انت تبع السناك عبر حمود ال وعنا كباب هذا؟ لا انا بدي كمل سؤال غيدا. انا بحسك شوي كنت من وقتها ما خلقت عبالك تكون مشهور، يعني انت منك بالصدفه مشهور، لانه لا صدقني ماني مشهور. انه لا تعلق يعني بلشت تعلمت موسيقى على اليوبالا بعدين درست حقوق، لعبت باسكت بول بالدرجات الاولى وجربت تكون نجم كمان. عمل فوبا واحد صار صاحبه معه. ايه بتصور هون كانت بال 89 تغيرت حياتي. بعدين رجعت صرت تعمل موسيقى على صعيد أضخم، بعدين عم تعمر هلأ مشاريع سكنية وبنايات، وهلأ فتت بدومين تجارة السيارات. يعني مين أنت جيمانو كيو؟ أول شيء أنا صاحبك، هذا أهم شيء بحياتي. تنشوف أصحابي. لا انا دائما اللي انتوا ليك فتره ليك، انا دائما بقول شغله انه دراسه الحقوق والباسكتبول والموسيقى وكل شيء بتعمله والبزنس ان جنرال كله بيكمل بعض. انا بالباسكتبول تعلمت العب بفريق، يعني اليوم وقت تكون معك فرقه 40 شخص ام بيت الدين كان معي 88 شخص بتتعود تشتغل بفريق عمل. هيدا تعلمته من الباسكتبول، انا بكل فخر بقوله. لعبت 10 سنين مع نادي الهومنتمان وهلا في عم بعمله بنادي الهومنتمان لليوم. من الحقوق تعلمت ما اكون فنان بمعنى الفنان انه الطاير ودائما عم بيحلم. بالحقوق تتعلم تكون كتير واقعي، بتتعلم تكون بتصور هذا اللي نجحني انا بالموسيقى، لانه كانت موسيقى واقعي وعرفت كيف انسحب محلات واهجم محلات لاوصل وين ما انا اليوم. ولا العمار يعني هو قسم من حياتنا يعني بالعائله، ونحن بنفتخر نقول انه عنا بروجيت كتير حلوة بلبنان. سارة بتصور طلعت وحكيت عنه. رح تعيشوا ببيت مسك؟ من الآخر؟ ايه؟ أكيد. عم بأمن يعني. عجيران عم بأمن عجيران. عم بأمن عجيران أصلا. أنا بس عرفت حبيب قلت لها لسارة علي سعر المطار. قلت لها لسارة بدنا بعد البيت. اليوم عم بيحكوا بالعشرة واثناشر ألف دولار من بعد ما حبيب قرر أنه طلع بغر السهم. مظبوط. شو بتصور جواب؟ ما كنت مستنزل حبيب؟
بلا مستند انا اخذت لانه معقول هن يكونوا فوق بس 10-12 ألف هن عم يدفعوا للعالم يجوا يستاجروا لجيرانك عم يدفعوا حبيبي رولا منصور انا بدي اخذك بالموسيقى على الجنس اللطيف اكيد عم نحكي قبل زوجتك فينا نطلع عن الهوا هلا ما بلا حلقة بس جي الميوزيسيان عندهم هيك مثل رهجة مثلا في نسوان بحبوا الروكرز في منهم بحب يعني بيكون عندهم مثل اوبسيون عن غيره هلا انت شاب حلو وموهوب وكل شيء هل الموسيقى زادت مثلا كان مع الجنس اللطيف مع البنات انه يكون عندك هالشيء زياده مثلا مش عم تقبل تعمل لها ميلودي حلوه كيف كان بحياتك بصراحه انا كنت اتعلم بمدرسه بنات يعني معظم التلاميذ كانوا بنات بتجي سماري قد عزفت لهم اوف يعني برو اصابعي بس انا بالمدرسه حتى ما كنت عوز البس دوك سايدز ام سيباكو كيف ما حبيب كان يعوز هالقصص لا انا كنت بيانو فلا اكيد البيانو هو شيء كتير حلو يعني فتح لي كتير ابواب البيانو مش بس يعني حتى اي محل بدك تفوتي بحياتك وقتها تكوني انت ما بحب استعمل كلمه فنانه بس وقتها تكون يكون عندك كايند اوف تالنت وبتعزفي وبتعرفي تتعاطى مع العالم بتصور البواب تتفتح قدامك الموسيقى بتفتح الباب صوتك حلو جي لا ابدا بس اكيد الموسيقى يعني انا بتصور مرتي حبتني لانه دق منيح بركي ما طب بتراضيها اذا مرتك زعلانه منك بتراضيها وابني الكبير جيو بعتقد كثير موهوب يعني مش لانه ابني بس عمره 2.5 بس بعد سنه ونص بتحط له بيانو قدامه يعني بدق بيانو بدق جيتار بدق درامز بدق على الباب بدق بس بتصور في بالبيت كثير بدق موسيقى انا ويعني في جو دائما موسيقى بالبيت راشد بحصلي تعتبر انت انه عندك الميوزك تبعتك تعتبر فيوجن اللي هي ايقاع غربي مع نغم شرقي في قبل منك بالثلاثينات طلع خدشة دوريان وكلاسيكي كمان وخلط هالإيقاع والنغم تعتبر حالك أنت خدشة دوريان هلأ؟ لأنه طلع بجياني الدانس دي سابر ما في حدا ما بيعرفها صار exactly. خدشة دوريان يلي عمله هو عمل إذا بدك ثورة بعالم الكلاسيكي يلي عمله بس أنه لحن يلي كان عم يحسه اليوم إذا بتسمع خدشة دوريان بتحس انا لالي بيور ارمني يعني الموسيقى تبعه ما فيها شيء غير انه موسيقى ارمنيه محض بتعرف الوقت بيقول انا ما بعرف شو عم بعمل هلا يعني اذا بقول لك بصراحه انا عم بعمل موسيقى ومبسوط عم بعملها ووقتها اعزف مبسوط بعزف فالوقت بعد بركي 10 ام 20 ام 30 ام 50 سنه بتصير خدشة دوريان يا موسيقتي راح تزول يا موسيقتي راح يتذكر ويقولوا انه كانت مهمه فهلا بالوقت الحاضر ما عم فكر اذا عم بعمل يلي عم بعتقد هو مزبوط ومبسوط انا وعم بعمله يعني وقت دق حفلات ما بتعرف قديش بكون مبسوط انا وعم دق فهذا بتصور اهم شيء هلا عندي بحياتي وان شاء الله يوم ما يقولوا انه موسيقتي مدقه كيما يعني من فتره كان في تجربه ريك بروجكت شو تعلمت من هالتجربه بالعكس تجربة تراك بروجكت كانت فظيعة أول شيء تعلمت كتير من الشباب اللي كانوا عم يشتغلوا معي رالف خوري وإلي باربر بوجههم تحية كتير كبيرة عملنا ألبوم بتصور بتخيل بركة من أكتر ألبومات مبيعوا بتاريخ الموسيقى العربية بتعيد هالتجربة عم بيحكوا بتصور 180 ألف ألبوم لهلأ سمع بتعيد التجربة؟ بعيد التجربة هلا بعدني عم بشتغل يعني إلي ما كتير صار فترة ما شفته بس رالف يا حب الببلة بالوجه إلي بس رالف بشوفه كتير لا واشتغل معي على آخر ألبوم السومان يلي السومان عمل 14 جمعة نمبر 1 بلبنان واشتغل معي رالف لك السومان مش اسم تركي؟ لا أبدا عثمان لا أبدا السمان معناتها السما الزرقاء بالفارسي فلقطنا السما الزرقاء والايراني انا سمعت عثمان لا السمان هو معناتها السما الزرقاء طشناك رحت على الفارسي السما الزرقاء جمع الاثنين جيمانوكيوم من اسبوع كنت موجود بسريلانكا ورح ترجع تروح على سنغافور التور لوين مكفه مكفى هلا قلت لك هالسنه مركز على الفار ايست عندك بعدين كوالالمبور عم نحضر نعمل شيء بالسيدني اوبرا اذا قلرات السنه الجاي تركيزي اذا بدك
بدي جرب انه تو بريك ذا امريكان ماركت، يعني اقدر افوت على السوق الامريكانيه ووصل موسيقى لهونيك من خلال الفلومه ولا من خلال لا مش من خلال الفلومه اكيد من خلال لايف بيرفورمنسز. اول شو هوب اللي عم جرب نعمله يا يكون بنيويورك يا يكون بلوس انجلوس ام فيغاس وان اوف ذيس ثري، وكمان عم نحضر شيء السنه الجايه بلندن. سو يعني بتعرف احلام كبيره، بس مره في شخص قال لي انه اف يو كان دريم ات يو كان دو ات، يعني انا وصغير ما بحياتي كنت اتخيل حيكون عندي سي دي بمحل. من سنتين وقفت على مسرح بيت الدين وكان في تقريبا 5000 شخص. واو. فعم بمصر وقت دق بيكون في 17000 شخص عم بيحضروا. فكنت احلم هالقصص، واليوم عم بحلم انه وصل موسيقتي لامريكا يلي بعتبرها اكبر ماركت. حلمت شي مره تصير صحبه مع حبيب ولا كان كابوس؟ لا خلي قلنا يعني خلي قلنا بس بما انه بغير مقابله تلفزيونيه اقر على الهواء عن اسم صاحب واحد له وعملت شويه بلبله بين اصحابه. خلي قلنا هلا مين صاحبه الرانكينج، اعطينا رانكينج اخر رانكينج نزل هلا للاصحاب. اخر رانكينج انا توب 3، اعطينا توب 3. انا دائما بقول عندي كثير معارف بس اصحابي قليل. عن جد صار في مشكلة كتير كبيرة على توك اوف ذا تاون وقت ذكرت اسم خيلة سارة طارق زرد يلي هو عن جد من اعز اصحاب لالي، بس بدي صحح الوضع هلا على التلفزيون. ما انا طارق ما بحبه بالعكس، الاستاذ حبيب غبريل من اعز اصحاب لالي، فؤاد الغريب، كريم بيك دياب، شيخ رجا صعب، هو كل اللي نقوا يعني. يعني ان شاء الله ما اكون ناسي حدا بس هو كل اللي نقوا كل اللي نقوا لليوم ما حدا عم يقاطع. احنا اكيدين من موهبتك، ما في شك انك رح تقدر تخرق السوق الامريكي، وانا اكيد انه اللبنانيين كلهم فخورين فيك لانك عم تقدر توصل الموسيقى اللبنانيه والفيوجن لبل الارمن كمان نيابه عنه رح احكي، وبتصور ان الارمن كمان فخورين فيك لانه مين ما بنعرف ارمنه هون فخور باسم جيمان مانوكيان وقت يشوفه مسيح. على الألبومات وقت يسمع فيه بعدة بلدان، واليوم مثل ما عم بتقول بعدة بلدان بالفار إيست وصولا لأمريكا. جيبانوكيان العالمي، شكرا كثير لو شكرا معنا.